قوات سوريا الديمقراطية تتعمق في دير الزور وتستعيد قريتين. دعوات للحوار بين بغداد وأربيل، والأكراد يرفضون شروطا مسبقة. وبيونغ يانغ تحتفل بذكرى تأسيس الحزب الحاكم وسط ترقب دولي. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ يواصل تنظيم داعش انسحابه من قرى واقعة على ضفاف الشرقية لنهر الفرات والمقابلة لمدينة دير الزور وامتدادها الشمالي الغربي، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مع هذا الانسحاب تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تقود عملية عاصفة الجزيرة، وتمكنت من السيطرة على قريتي حوايج بومصع ومحمدية الغربية بعد اشتباكات مع أفراد داعش. شنت مقاتلات النظام ضربات جوية استهدفت فلاطق في مدينة خان شيخون وأماكن أخرى في بلدات التمانعة الواقعتين في الريف الجنوبي لإدلب، ما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. كما قصفت مقاتلات النظام أماكن في قرية التح الواقعة في ريف إدلب اقتصرت على المادية فقط. مدينة الطبقة إحدى المناطق التي احتلها داعش سابقا، مضى بضعة أشهر على تحرير المدينة وطرد أفراد التنظيم منها، لكن آثار الدمار ما تزال منتشرة في بعض الأحياء. يبذل الأهالي والمجلس المحلي جهودا لإعادة بناء المدينة وطي حقبة داعش من الذاكرة. التفاصيل في التقرير التالي. إنه الحي الأول في مدينة الطبقة، الدمار في كل مكان. شهدت هذه المدينة معارك قوية ضد تنظيم داعش قبل طرده منها، وكعادته يخلف التنظيم وراءه الدمار. عبد العلي النعيمي أحد القاطنين في الحي الأول في الطبقة، يعيش مع عائلته في أحد المنازل التي باتت ركاما. ساكن هون بالحي الأول، والمكان مثل ما أنك شايفه، هاي المطبخ مدمر، هين بيعندك غرفة واحدة وهون الحمام بس. تجيك الواجهة هاي، هي المكشوفة هاي بالمرة، يعني منتهية أعدام هاي، يعني للسكن للبني آدم صدقا ما حرام. طلعنا من رقة، فجرنا من رقة وإجينا لهون، توفت عينك، حشرات وأمراض وزبالة معبية البناء من المدخل. إبراهيم حسن هو أيضا من سكان الحي الأول، يقول إنهم نزحوا عن مدينة الرقة بسبب المعارك ضد تنظيم داعش، يعاني كما أغلب النازحين ظروفا صعبة. أنا ساكن بالبنايات بالحي الأول تماما، إحنا سكان الحي الأول 99% من محافظة الرقة إحنا، وحي الأول مهدم ومضروب، وإحنا نظفناه، وإحنا بس قلت لك يعني سوونا مسألة المي، جماعة الله يعطينا العافية ووصلونا المي، ولكن مأساة، لا فرش ولا شيء، الناس ما عندها شيء، يعني هاي ثيابنا طلعنا بيهم، هذولنا اللابسين طلعنا بيهم فقط لا غير. مسألة الخبز عم نعاني من المعيشة، الأكل، الشرب، كله عم نعاني منه. المجلس المحلي في البلدة يبذل قصارى جهده لإزالة الركام والدمار من الأحياء وتأمين المياه للأهالي، لكن الإمكانيات المحدودة تؤخر ذلك. محمد جرجنازي نائب الرئاسة المشتركة في بلدية الشعب في الطبقة يقول إنهم بانتظار عقد من إحدى الشركات التي ستقوم بإزالة الأنقاض. وكشف جرجنازي أنهم يعانون ارتفاع أعداد السكان والنازحين. بالنسبة للأنقاض اللي موجودة بالحي الأول، طبعا في أول منطقة الحي الأول أكثر شيء دمار فيها صار. طبعا إحنا في شركة استثمارية راح تجي، راح نوقع مع عقد، راح يتم ترحيل الأنقاض بالكامل من الحي الأول، والأهالي موجودين طبعا إحنا عم نساعدهم، يعني عم نحاول نأمن لهم سكن غير السكن هذا، بس المشكلة صاير إنه أزمة سكانية بالمنطقة. يعني المنطقة كانت تعداد سكان الطبقة يعني تقريبا 50,000، يعني حاليا 3 أضعاف عدد السكان، يعني صار في تقريبا 250,000 نسمة. بعد أن دمر داعش كل شيء في الطبقة وخلف الدمار والمعاناة، يصر الأهالي على إعادة الحياة هنا وطي حقبة احتلال داعش. في العراق بدأت القوات الأمنية العراقية حملة تطهير وإزالة الألغام التي زرعها داعش في الحويجة ومحيطها والقرى التابعة لها،
ويأتي ذلك بعد تحرير القضاء من احتلال التنظيم الإرهابي في الخامس من الشهر الجاري. وبتحرير الحويجة لم يبقى تحت احتلال داعش سوى شريط من الأراضي على امتداد الحدود الغربية مع سوريا، حيث يتقهقر التنظيم هناك أيضا. بعد أيام قليلة من تحرير الحويجة جنوب غرب كركوك من احتلال داعش الذي استمر فيها لأكثر من 3 سنوات، تكشف خراب ودمار خلفه إرهاب هذا التنظيم، فضلا عن استغلاله مقدرات المدينة وسرقته موجودات الدوائر الحكومية التي اتخذ منها مقرا له. مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل. أما أنا أو الخراب من بعدي، هكذا كان نهج داعش، وهذا هو ما تركه بعد تحرير قضاء الحويجة إلى الشمال من بغداد، حيث الخراب عم الدوائر الرسمية والحكومية التي كان يحتلها مقاتلو التنظيم، فعاثوا بها إرهابا وتكفيرا قبل أن يتركونها مهزومين. تم تفتيش المباني وتفكيك من عبوات الناس في اللي كان العدو مفخخة بالكامل. تم تحرير المباني الرئيسية مثل القائمة المقامية والمستشفى العام مال الحويجة ومركز الشرطة والدوائر المجلس المحلي والدوائر الباقية، ومنها المصرف الزراعي اللي هسه حاليا متواجدين. هذا المصرف اللي تعرض للنهب والسلب لأموال المواطنين والأموال الحكومية والأجهزة المهمة اللي كانت هنا، كذلك تخريب السجلات وتلفها من قبل عصابات داعش. وتم تهديم مباني حكومية مهمة جدا بها فوائد للمواطنين وخدمة للصالح العام. مبنى مستشفى الحويجة خرب وسرق منها داعش كل ما يمكن أن يكون ذا فائدة للأهالي بعد أن حررته القوات الأمنية، حتى الأدوية التي لم يتمكن من بيعها للأهالي حاول إتلافها قبيل هزيمته. يدل على همجية العدو الإرهابي داعش وعلى توصيته بهدم البنى التحتية للبلد، وكذلك نهب أموال المواطنين وتسليب الناس وأخذ ومصادرة أراضيهم الزراعية ومصادرة عجلاتهم السيارات، كذلك مواشيهم حلالهم زراعتهم الزراعة بعد موافقتهم وحصادها أيضا بعد موافقتهم. أيضا تم الضغط بالضرائب ويعني أتاوات على المواطنين الأبرياء لأسباب تافهة. داعش استغل إمكانات الدوائر والمؤسسات الحكومية من أجل مصالحه وإدامة وجوده، والأكثر من هذا أنه سرق موجوداتها من الأثاث ومستلزمات الأخرى لغرض استعمالها في مقراته ونقاطه العسكرية. تم السيطرة على مركز المدينة من قبل قطاعات فرقة الرد السريع، والسيطرة على المباني الحكومية والمستشفيات والمراكز الشرطة. ومثل ما تلاحظوا احنا حاليا في مركز انتخابي قديم لناحية الحويجة، كانت تحوي على إدانة الدواعش وتنظيم اللا إسلامي الذي كان يستخدموه مع الأهالي. جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للأهالي قام داعش بتدميرها بعد أن أقفلها بوجههم طيلة سنوات احتلالها، حيث أن أغلبها كان حكرا له في خدماتها وما تقدمه فقط للمنتمين إلى تنظيمه الإرهابي. طلب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي حكومة إقليم كردستان بتسليم الحكومة الاتحادية أكثر من 5000 من مسلحي تنظيم داعش. وكان مسلحو التنظيم هؤلاء سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة الكردية أثناء معارك مدينة الحويجة وتل عفر والعياضية. رحب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالمبادرات الدولية لحلحلة الأزمة بين أربيل وبغداد على خلفية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم للانفصال عن العراق. وقالت رئاسة الإقليم في بيان إن بارزاني جدد التأكيد خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد، لكنه اشترط أن يكون مفتوحا ومن دون شروط مسبقة. تجاذبات وانقسامات لا تزال تراوح مكانها بين بغداد وأربيل حول الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 30 من أيلول سبتمبر الماضي، في وقت تحاول فيه بعض الكتل السياسية المحلية وجهود أخرى دولية في رأب الصدع والدعوة إلى الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة من أجل الحوار.
ومع أن كلا الجانبين قد أبديا استعدادهما للحوار، إلا إنهما وضعا شروطا تسبق ذلك، حيث طالبت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها ضمانات لأي حوار مقبل مع حكومة كردستان يبدأ بإقرار إربيل المحافظة على وحدة العراق وإلغاء نتائج الاستفتاء الذي صوت غالبيته مع الانفصال. وربما الشرط الأخير هو من يعيق أي حل سياسي قد يفضي إلى الحوار، حيث ترفض أربيل رفضا قاطعا إلغاء نتائج الاستفتاء، وطالبت أن يكون الحوار مفتوحا دون أي شروط مسبقة. حراك كبير يبذله كل من رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي زار أربيل الأحد، ونائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي الذي زارها الاثنين. التقوا خلالها برئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في خطوة نحو التسوية ومحاولة لتفكيك الأزمة. النجيفي اعتبر أن قرار الاستفتاء كان أحادي الجانب وغير صحيح، كاشفا أن المباحثات مع برزاني انتهت بإبداء رغبة الأخير بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات والدخول في الحوار. لكن العقوبات تزداد يوما بعد يوم ضد الإقليم، حيث أعلن المجلس الوزاري القومي العراقي الذي يرأسه حيدر العبادي أعلن عن فرض إجراءات جديدة، منها نقل شبكات الاتصال الجوالي إلى بغداد ووضعها تحت السلطة الاتحادية. كل ذلك يجري في وقت كشف فيه القيادي في التحالف الحاكم العراقي محمد جعفر عن قمة ثلاثية ستقام في بغداد دون أن يحدد موعدها، بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لبحث مسألة الاستفتاء. أحييكم من جديد. تراقب السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية عن كثب تحركات كوريا الشمالية نظرا لاحتمال ارتكاب كوريا الشمالية استفزازا جديدا بمناسبة الذكرى السنوية 72 لتأسيس حزب العمال الحاكم. وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إنه من الممكن أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازا قبل أو بعد الاحتفال. وفي هذا الصدد يتابع الجيش عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي، ومن المعتاد أن تطلق بيونغ يانغ فجرا صاروخا باليستيا غير أنها لم تطلقه فجر اليوم. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون من أن واشنطن قد تتسبب في زيادة التوتر مع كوريا الشمالية. وأوضح بيان للخارجية الروسية أن لافروف اعتبر خلال المحادثة الهاتفية مع تيلرسون أنه من غير المقبول تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية الذي تؤدي إليه الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة. ودعا لافروف إلى تسوية الخلافات بوسائل دبلوماسية حصرا. ذكرت صحيفة ديلي ميل أن القوات الجوية البريطانية تحضر خطط حرب استعدادا لاحتمال نشوب حرب مع كوريا الشمالية وسط توتر متزايد بين واشنطن وبيونغ يانغ. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إن ثمة شيئا واحدا يمكن أن يصلح مع كوريا الشمالية، وهو تصريح عده متابعون تلويحا بالخيار العسكري. فهل باتت الحرب العسكرية قريبة؟ تقرير الزميلة حنان ظاهر والتفاصيل. مع اقتراب الاحتفالات بذكرى تأسيس حزب العمال في كوريا الشمالية يتصاعد الترقب. كل السيناريوهات طرحت على الطاولة، عدسات المراقبة مفتوحة على آخرها، والتساؤل الأكبر: هل ستتهور كوريا الشمالية من جديد وتطلق في السماء صاروخا آخر؟ يبدو أن العالم لن يسمح بمرور تجربة باليستية جديدة مرور الكرام، وكل المؤشرات تقود نحو حسم عسكري. فبحسب صحيفة الديلي ميل، القوات الجوية البريطانية تحضر خطط حرب، وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية فإن مسؤولين بريطانيين طلب منهم إعداد سيناريوهات للتعامل مع الوضع في حال قامت الحرب مع كوريا الشمالية. وتحسبا من بريطانيا لسيناريو الحرب، أخرجت القوات الجوية البريطانية عددا من الطائرات خلال الأشهر الأخيرة تحسبا لوقوع تطورات. بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل في الحرب الكلامية الشرسة مع بيونغ يانغ، فإن آخر تصاريحه كانت بحسب المتابعين تلويح بخيار عسكري. فقول ترامب إن الحوار مع كوريا الشمالية لم يوصل لشيء، وأن ثمة أمرا واحدا فقط سيصلح للتعامل مع كوريا الشمالية، لا
لا يحمل كثيرا من التنبؤات سوى أنه إعلان للحرب. وفي هذه الأثناء تستنفر الجارة الجنوبية، وبحسب مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي فإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعززان عمليات الاستطلاع المكثفة حول إمكانية استفزازات جديدة من كوريا الشمالية، بينما ذكر المسؤول أنه لم يتم رصد علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية على وشك ارتكاب استفزاز، وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيكون على استعداد تام لمواجهة الاستفزازات الكورية الشمالية بعملية فورية. أقطاب الصراع لا تزال تتحفظ على التصريح بشكل مباشر بالخيار العسكري، فهذا الخيار إذا جر العالم إليه لن يعود على البشرية سوى بالدمار. لقي 12 شخصا على الأقل من المسلمين الروهينجا من بينهم أطفال حتفهم غرقا إثر انقلاب زورق كان يقلهم من ميانمار باتجاه بنغلاديش، وأعلن مسؤولون أن أشخاصا آخرين ما يزالون مفقودين عقب الحادث الذي وقع في نهر ناف في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، ويعتقد أن القارب كان يقل نحو 100 شخص فارين من العنف ضد المسلمين في ميانمار. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبدأ والشركاء ثاني أكبر حملة من نوعها في العالم للتطعيم الفموي ضد مرض الكوليرا لحماية الآلاف من لاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش. وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها في جنيف إنه تم حشد المئات من المتطوعين وتدريبهم من أجل تنفيذ مهمة تطعيم أكثر من 650 ألفا من الرجال والنساء والأطفال وتسليم نحو 900 ألف جرعة من اللقاح الذي يعطى عن طريق الفم، وذلك بالمستوطنات والمخيمات المزدحمة باللاجئين في كوكاس بازار. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يجب أن تركز على العلاقة المستقبلية على المدى الطويل بين جانبين بعد فترة انتقالية محدودة، وأضافت أنها تقترح شراكة اقتصادية فريدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: الحيوانات الأليفة تعالج الأمراض النفسية. يستخدم مستشفى في مدينة مانشستر الإنجليزية حيوانات أليفة لعلاج أعراض الانفصام والاكتئاب، وتشرف على هذا البرنامج ممرضة صحة نفسية اشترت جروا لمساعدتها على التغلب على الحزن بعد وفاة والديها، وهي الآن تستخدم ذلك الجرو بعد أن بلغ من العمر سنتين بالإضافة لعدد من الأرانب في عملها في المستشفى. إلى صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين التي اخترنا منها لكم: فقدت بصرها بسبب إدمان اللعب على الهاتف. فقدت امرأة صينية بصرها جزئيا بعد قضائها يوما كاملا تمارس لعبة على هاتفها الذكي، وكانت المرأة الصينية متعلقة بشدة بلعبة شرف الملوك وتقضي ساعات طويلة في لعبها حتى بدأت تشعر فجأة بأنها تفقد البصر جزئيا في عينها اليمنى. ومشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ: سبيس اكس تنجح في اطلاق 10 اقمار صناعية الى الفضاء. جاء في تفاصيل الخبر: اطلقت شركة سبيس اكس الامريكية للفضاء صاروخا من ولاية كاليفورنيا الامريكية، وحمل الصاروخ 10 اقمار صناعية لمدارها الخارجي حول الارض لتعزيز شبكة اتصالات البيانات لصالح شركة امريكية. ومشاهدين صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: أداة لخياطة الجلود عمرها 7500 عام. عثر علماء أثار أتراك على أداة لخياطة الجلود عمرها 7500 عام في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا،
وقال رئيس فريق التنقيب إنهم عثروا على أداة تخريم تشبه القلم المدبب مصنوعة بالكامل من العظم تعود إلى العصر الحجري. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا كأول مركز من نوعه للخدمات الشرطية الذكية على مستوى المنطقة والعالم، يقدم مركز الشرطة الذكي في دبي مجموعة من الخدمات المتنوعة لسكان دبي وزوارها. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. إذا كنت من سكان دبي أو حتى من زوارها وتعرضت إلى موقف يستدعي تسجيل بلاغ جنائي دون أن يكون لديك الوقت لمقابلة موظفي الشرطة، ما عليك إلا أن تتجه إلى مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه عالميا، والذي يتيح للمتعامل الحصول على خدماته ذاتيا وعلى مدار الساعة. فمع تواصل التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار سعي شرطة دبي إلى الاعتماد على الأنظمة الذكية بنسبة 25% من قواتها بحلول عام 2030، كشفت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي عن إمكانية تسجيل بلاغ جنائي لأول مرة خارج إطار مركز الشرطة التقليدي ودون الحاجة إلى مقابلة موظف، إذ لا يحوي أي موظف، ويوفر 27 خدمة أساسية منها تسليم مواد عثر عليها إضافة إلى 33 أخرى فرعية، كما يوفر وسائل ترفيهية للمتعاملين. يتيح المركز فرصة الاقتراب من الجمهور في أحيائهم السكنية، ويتجاوز حساسية البعض تجاه الذهاب إلى مركز الشرطة التقليدي، إذ لا يتوجب على المتعامل أكثر من مجرد الدخول في أي ساعة من اليوم واختيار الخدمة التي يريدها وإتمامها خلال دقائق. تعد آلية فتح بلاغ جنائي من أهم الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وذلك بواسطة ضباط تحقيق يتحدثون بعدة لغات عبر تواصل مباشر بالفيديو، يناقش فيه المتعامل والضابط جميع التفاصيل، ثم يرسل الضابط إلى المتعامل محضر إفادة ليقوم بالتوقيع عليه يدويا إلى أن يتم تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني على مستوى إمارة دبي في شهر نوفمبر المقبل. وتخطط دبي لإنشاء فروع أخرى لمراكز الشرطة الذكية في مناطق مختلفة من المدينة، لتمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية دون الحاجة للانتقال إلى مراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز معاملاتهم. في خبرنا الأخير، تستمر أنشطة أسبوع جايتكس للتكنولوجيا 2017 في المركز التجاري العالمي في إمارة دبي، إذ يجذب المعرض رواد تكنولوجيا المعلومات وعمالقتها والمبتكرين في الصناعة في جميع أنحاء العالم. رواد وعمالقة تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين اجتمعوا تحت سقف جايتكس، ثالث أكبر معرض مختص في التقنيات الرقمية في العالم أجمع. 4100 شركة عارضة قدمت من نحو 70 دولة حول العالم شاركت في النسخة 17 من المعرض، بينهم 1500 شركة تقنية كشفت عن عشرات المشاريع المبتكرة التي قد تغير في المستقبل القريب شكل العالم. بصراحة الإقبال في جايتكس يمكن منذ أمس إقبال كبير، جميع العملاء اللي قابلونا مهتمين جدا بالتكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، والبلوكشين. جميع العملاء محتاجين يتعرفوا ازاي التكنولوجيا الحديثه ممكن يتم تطبيقها في طرق المعاملات وقنوات المعاملات اللي بتقوم عن طريق التكنولوجيا الام بي افايا في الكونتاكت سنتر او يونيفايد كوميونيكيشن. المشاركات الحكوميه كانت حاضره بقوه في هذه النسخه من جايتكس، فإلى جانب مؤسسات إماراتية قدمت عشرات الابتكارات الخلاقة، شاركت مؤسسات إقليمية ودولية بأفكار ومشاريع متميزة، كان أبرزها مشاركة المملكة العربية السعودية ب 31 مؤسسة وطنية متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. لدينا 10 منصات وطنية داعمة للتحول الرقمي مباشرة، لدينا قرابة 50 مرصد للبيانات، وطن للبيانات، مشاركين هذا العام تحت منصة أبشر. أبشر ليست فقط منصة موجهة للمواطن والمقيم، بل أضيفت هذا العام
أبشر أعمال موجهة لقطاع الأعمال. ابتكارات في النقل والخدمات كانت مجرد أحلام خيالية لمسها زوار المعرض على أرض الواقع خلال جولتهم بين أقسام جايتكس، إلى جانب اختراعات مذهلة فاجأت الحضور بأسلوب عرضها وما تقدمه لمستقبل البشرية. نفرجي هون الصناعة الجديدة اللي عم نشتغل مع شركة بنتلي على الكونكتد كار. هيدي الصناعة على طريقة كيف واحد يدفع من السيارة للأشياء مثل لصف السيارة، مثل عبي البنزين للسيارة، أو يشتري على طريقة بالمطاعم على طريقة البيت. منصات عالمية استعرضت في جايتكس هذا العام أبرز التقنيات التي سيتم التركيز عليها في المستقبل القريب على غرار معايير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الواقع الافتراضي، إلى جانب ما عرضته من خدمات تهدف إلى الارتقاء بمدن المستقبل وتغيير الواقع للأجيال المقبلة. إذن هي ثورة إلكترونية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، روبوتات وذكاء اصطناعي والآلاف من المنتجات الإلكترونية احتضنها معرض جايتكس للتقنية 2017. لأخبار الآن، مجد التلمساني، دبي. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوات سوريا الديمقراطية تتعمق في دير الزور وتستعيد قريتين. دعوات للحوار بين بغداد وأربيل والأكراد يرفضون شروط مسبقة. وبيونغيانغ تحتفل بذكرى تأسيس الحزب الحاكم وسط ترقب دولي. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.